الشيخ اسامه حافظ، كل عام وانت بخير. مساء الخير. احد مجلس الشورى للجماعه الاسلاميه، وماذا تطلب من المجلس الاعلى لقوات المسلحه في هذا اليوم الذي نظم من اجل الشيخ عمر عبد الرحمن؟ حاجه انا بستغرب جدا من موقف المجلس الاعلى في الظروف دي. يعني عجيب ان يتلكوا في طلب قرار افراج عن الدكتور عمر، ودي قضيه كان المفروض من اول تبقى اول اولويات. يعني راجل ازهري وعالم من علماء المسلمين ورمز من رموز البلد، وبيعذب في قضية مظلوم فيها، ازاي يعني يترددوا في ان هم يتخذوا قرار بحاجة زي كده، ويضطروا الناس ان هي تقف هذا الموقف. يعني فعلا يعني شيء غريب جدا منهم. يعني هل في اجراءات حضرتك يعني ستأخذوها غير هذا الاعتصام؟ يعني لكل حديث ما يعني المتوقع ان يعني احنا خدنا منهم وعود اكتر من مرة، واظن المرة دي ان شاء الله مش نحتاج لحاجة تانية. يعني نأمل من الله عز وجل هو يعيد معنا ان شاء الله. نأمل ان شاء الله، امل كبير. فضيلة الشيخ اسامه حافظ، متشكرين على هذا اللقاء. الله يبارك فيك.